إلى سيدي إفني التي تتأهب لإجراء انتخابات التشريعية الجزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب، اجتماع تحضيري انعقد بهذا الخصوص تقدمه عامل الإقليم وأبرز التدابير والخطوات التي سيتم العمل بها لإنجاح هذه المحطة الانتخابية. حي جبل تامك وخالد تريكزي. اللقاء يأتي في إطار التحضير للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي إفني لملء مقعد شاغر لمجلس النواب. الانتخابات التي حدد لها تاريخ 24 من الشهر الجاري، المداخلات حددت مجموعة من المستجدات التي ستدخل حيز التنفيذ خلال هذا الاستحقاق الانتخابي كتجربة نوعية تطبق لأول مرة بكل من إقليمي سيدي إفني ومولا يعقوب، خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن النتائج الجزئية بالأصوات المعبر عنها تدريجيا ونسبة المشاركة، فضلا عن تسهيلات المرتبطة بحسن تتبع ومواكبة أطوار هذه العملية الانتخابية. اجتماع مهم داخل في إطار التواصل مع كافة المعنيين من الأحزاب السياسية والصحفيين والمنتخبين من أجل إطلاعهم على مستجدات هذه التجربة اللي هي بمناسبة إعادة مقعد ديال سيدي إفني ومقعد ديال مولاي يعقوب. وزارة الداخلية قررت باش باش تدير واحد التجربة اللي غادي تعمم إن شاء الله في المستقبل. كنعتبروا بأن هذه واحد لبنة تضاف للبناء الديمقراطي اللي فعلا احنا في الحزب التحالف الاشتراكي ضحينا من اجله وعطينا من اجله الكثير باش نعيشوا هذه الفتره ديال الحدث اللي هو كيبرز لنا الديمقراطيه كيفاش غادي تخاد، وخاصه في هذه الانتخابات ديال الجزئيه. كمنتخبون باش نسهروا على التعليمات الملكيه، لانه الملك دائما كل الخطابات الثانيه اللي كيدير في كل مناسبه كيتركز على الديمقراطيه والشفافيه والحريات العامه. توفير الجو الملائم لمواكبه هذه الاستحقاقات الجزئيه. تنتمنى ان السلطات الاقليميه باش انتفي بوعودها وبكلامها التي قالته في هذا الاجتماع لتوفير الظروف المناسبة للاشتغال لرصد الخروقات لزيارة المكاتب للوقوف على العملية الانتخابية منذ البداية ديالها إلى النهاية. اللقاء بل وراء في الختام جملة من التوصيات التي بموجبها ستؤمن كافة آليات وضوابط إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.